بتسكتي بقى يا شيخه ده، اسكتي بقى. طب يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا زي ما انتم شايفين انا موطيه صوتي، ليه؟ اكيد في جريمه، فانا هعمل مقلب في مامتي. هي قاعده في الريسبشن بره مستنياني عشان قايله لها هنصور ايه تحدي مين يعرف التاني اكتر، وهعمل مقلب فيها، مقلب الاستفزاز اللي هو اللي انا اكني بتصنع او بتكلم بدلع بطريقه مستفزه، فاهمين؟ فيلا بينا عشان اشوف رد فعلها. ماما عصبية ممكن اصلا تلطشني بالقلم على وشي واحنا في الفيديو، فعادي جدا هنزلكوا كل حاجة. اوكي، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اوكي يلا بينا، يلا مع بعض. ماشي. هاي جايز هو ايه هاي جايز؟ ماما مش كده يا ماما. هاي جايز، هاي شاهد، مش هقول جايز. ماما ما ينفعش برضو، لازم نستمين نفسنا على حاجات. هاي جايز. ايه هاي جايز دي؟ هاي جايز. خلاص هاي جايز. يلا يلا يا ماما يلا. هاي جايز، النهارده جينا لكم بفيديو جديد، فيديو تحدي مين يعرف التاني اكتر. اوكي طبعا يا شاهد. هو قالي طبعا ماما، خلي صوتك اتيكيت. اوكي طبعا يا شهد، طبعا يا شهد، طبعا يا شهد. ما تسيبيني يا شهد زي ام خالد كده والناس اللي بيعملوا فواتح. لا ما نطولش. ماشي يلا اسالي انت يا شهد. اول سؤال يا جماعه، ايه اكتر لون انا بحبه؟ لا بجد انت بتتكلمي كده ليه؟ اكتر لون؟ طب قولي اتنين. هو ايه قولي اتنين يا ماما؟ هقولي مثلا قولي ايه؟ طب قولي تو نمبر، فاهمه؟ طب قولي تو نمبر. ماشي. هو انت بتغيري شخصيتي ليه يا ماما؟ انا شخصيتي بلدي. ماما ما ينفعش تكلمي كده قدام الناس دلوقتي. ما بجد انا مش عملتش كل ده. ماشي، مش هعرف امثل بصراحه الشخصيه اللي انت عايزاها. لا ماشي. لا انا بحب اكون بطبيعتي. اكتر لون بتحبي؟ الاسود. البلاك. الاسود. لا مش هعرف اكون الشخصيه اللي انت عايزاها. قولي بلاك. بلاك. البلاك اللون ده اكتر لون انا بحبه البلاك. اوكي تو نمبر. بصي ليا بصي ماما، يعني انا خلاص قربت ابقى من الانفلونسر الكبار، لازم بجد تتكلمي باتيكيت في الفيديو. لا يا حبيبتي انا بحب اتكلم بطبيعتي، مش هعرف اتكلم الاتيكيت بتاعي. يا ماما بجد، يلا يا ماما بجد، اقسم بالله بتكلم بجد. طب ماشي، وانا اقسم بالله بتكلم بجد، انا مش هعرف ابقى شخصيه تانية. اديني كورس انجليزي بقى عشان اتعلم الاتيكيت. ايه اللي بيزعلني؟ كل حاجة. حاجة بتزعلني. ليه الحزن ده؟ ماما مش تعملي كده، ماما عيب بجد قدام الناس. هي كده عيب؟ ما تتكلميش كده، اتكلمي كده اهو. مثلا مش عارفة ايه كده، فاهمة؟ كده يعني. مثلا ما اعرفش اتكلم كده. مش هعمل معايا فيديوهات تاني. انت يا بنت بتقعديني جنبك تعملي فيديو ولا بتقعديني جنبك بتعلميني الصح من الغلط؟ يا ماما بجد بقى. اعمل ايه؟ يا ماما بجد صوتك والناس. صوتي والناس؟ ايوه. هقوم اقسم بالله. هو حلو ان انا اطلع افضل اكلمهم جايز؟ ماله يا اصحابك حبايبك اللي بيحبوكي اللي متابعينك؟ جايز، هاي جايز. ماما يلا كوكلي، بجد كوكلي عشان الموضوع بجد افضل. يا رب صباني. ماشي يلا. انا عارفه ان انت هتقص حاجات كتير قوي، قص براحتك. ايه اكتر حاجه انا ما بحبهاش؟ اكتر حاجه ما بتحبهاش؟ ما تحبيش تشيلي البيبي بتاع البطاطس. عامل حمام في اي حته؟ ماما حمام ايه ناس؟ نعم قولي. هو ما بتشيلش البيبي بتاع البطاطس بتاع الكات؟ ايوه بتاع القطه. بتاع ايه؟ ايوه. الفيديو كده ممكن يتحذف. ليه؟ عشان انت قلتي الكلمه الثانيه بدل بيبي في اي حاجه زي كده تتحذف. ما قلت بيبي، المشكله عملتهاش. ما ينفعش بجد. ما انديشيها يا ماما، ان الشعب ده كله بيعمل حمام. ماما انا عايز الفيديو تاني بجد. عادي. اكتر حاجه بتخنقني ايه هي؟ كل حاجه انا بعملها. يبقى انت ايه بقى؟ تتسمى ايه؟ ماما الفان. مالهم؟ ما ينفعش تقولي كده قدامهم بجد. اي شخصيه يا شهد مستفزه؟ ها؟ وانت تقولي انا عارفه ان انا بخنقك؟ يبقوا كده. كنت في الفيديو كده. يبقوا خنقه. هو ايه يعني؟ عيب. احذفيها، ما انت هتحذفي نصه.
ما تعدلي فيا، تعدلي فيا ايه يا شهد؟ لازم تبقي بطبيعتك. بوظتي الفيديو. انا ليه؟ ما ينفعش طبيعتك يا ماما في السوشيال ميديا. يا ماما انت بقيتي فيموس، انت فاهمه يعني ايه؟ يعني ايه فيموس؟ يعني بقيتي مشهوره، يعني بقيتي بلوجر، بقيتي مامة البلوجر. مامة البلوجر مامة البلوجر راحت، مامة البلوجر جت. حتى لو انا كده يا قمر يا جميله نتكلم بالاتيكيت بتاعها، ها برضه شخصيه زمانيه مش هغير. نفكس الفيديو ده. اه فكسيه بجد. بقولك والله انا عايز حاجه تاني. هقول له والله انت بتحلف عليا. خلاص عشان انجليزي، عشان عايزه اقول له والله عليا يا ماما. احلف عليك ولا 10 زيي. لا ما تحلفش عليا. ليه يا ماما انت مين؟ بتحلفيك عليا. يا بنت جايبيني للجنب دلوقتي. سيبي سيبي ايدك بعيدة عني. يلا نعمل فيش. عايزاني اعمل نعمل، عايزاني اكذب واقول ايه؟ قولي لي عشان اكذب. قولي زيي. اعملي زيي. مش هعرف اقول زيي. يا ماما يلا بجد. يلا بجد. ايوه ماما اعملي زيها. انا عملت معاكي خلاص، عايزه بقى تمسحي تمسحي. عايزه ما يتمسح، ما اكيد هو ده فيديو. لا مش هريت تاني بقى، مش هتقطع بينا بكره. لا من النهارده خلاص بقى، ما احنا قعدنا. الاضاءه وحشه وانت عامله تقفور يا شهد وتقولي لي اتكلمي كده. يعني ما سمعش اضاءه، اللايت وحش عشان احنا لسه ناقلين. لكن انا حلفت وانا قد حلفاني، انا مش هعيد الفيديو كل ده تاني. يا ماما يلا بجد نعمل الفيديو خلاص. مش عايزه اتكلم عشان ما اغلطش. لا مش هعيد. يا بنت انت بدر يعني هي خلاص قالت هتعمل. لا انا بكمل معاها لكن مش هعيد من اولها. لا هنقول هاي جايز ومش هاي جايز. هاي جايز عاملين ايه؟ يلا مش هقولها تاني عشان انا حلفت. المصحف نقولها ليه يا ماما؟ المصحف تقوليها. اقسم بالله يا شهد هقوم احدف لك البتاعه دي في الارض. اقسم بالله يا ماما الفيديو هيتعمل. اسكتي بقى يا شيخه ده، اسكتي بقى تحطي بس. امشي 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 كده. يا جماعه نكون خلصنا مقلب الاستفزازات ده. مقلب الاستفزاز بالانجليزي يعني ما عملت استفزني اللي عملته في ماي موزر. المهم قولوا لهم ما تنسوش تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان نوصل لكم كل جديد، عشان نعمل مقالب بقى كتير. انا جاي مقلب اسمه ايه؟ والله اسمه فعلا حائط دم. هي حائط دم وبس كده.